AJ, dude, you're gonna love this. Fundamentals aside, there are just three meme coins which have a very strong narrative. And you know, meme coins are just about very strong narratives. Dogecoin is at $33 billion market cap, while SHIB is at $4.3 billion market cap. The third one? Dude, you're gonna laugh when I tell you. This could be a huge play. بعدين أقولكم من هذا. قصة هاي الكريبتو مثيرة جدا وأتصور بيها مجال تنفجر قريبا. عليكم تسمعون هاي القصة لأن أحس أنه هي مثل فيلم سينمائي آخر أسبوعين. البارحة أنا والعزيزة مرال تكلمنا بيه وقررنا نسوي فيديو عليه لأنه احتمال، يعني أقول احتمال لأنه ما عندي الغيب، وأيضا استثمروا بحذر، بس هاي ممكن تصير فشي ضخم. يمكن هاي القصة تكون شوية يعني معقدة وطويلة، بس أنا راح أبسطها كلش هواية ويحتاج شوية تركيز من عندكم. نتكلم عن هذا بعد هذا الفاصل من منصة إيفست. إيفست هي منصة لتداول الأسهم يعني مختلفة العالمية والسلع والعملات، ومتاحة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معظم الدول بيها. الرابط موجود بالدسكريبشن، كل المعلومات موجودة بالموقع باللغة العربية والإنجليزية، وأيضا ممكن تسوون حساب ديمو تتعلمون به بدون مقابل، بدون ما تخلي فلوس حقيقية، حتى تتعلم التداول وبعدين من تقرر تحط فلوس. بال 2013 سووا هاي العملة الدوج كوين، عملة سووها للضحك. هسه هي من أكبر العملات بالقيمة السوقية، وهي عملة رقمية من نوع الميم. تعرفون شنو عملة ميم؟ أوكي، راح تسألوني بالبداية منو هذا اللي يتكلم وليش مغير صوته؟ سوليد اللي سمعتوه بالبداية صديقي واتكلم وياه عن الكريبتو، هو كم واحد يعني يعرفهم. سوليد هذا اسمه على تويتر، تابعوه. سوليد ينكتب سوليد كريبتو، بس حرف الاول بالاخير هو رقم صفر، لا تغلطون تكتبون او. هم دول جماعة الكريبتو يفكون هو بالاسماء، وايضا قسم عندهم ما يريدون يعرفون، لذلك غير صوته. المهم سوليد واحد من الناس اللي استشيرهم لما تكون عندي اسئلة عن العملات اللي ما نسمع عنها بكل مكان وفجأة تشتهر، يعني داخل بمعمعة الكريبتو. مصادره كلش هواية، من اكثر من 10 سنين وشوف حسابه مسويه من سنة 2009. اتذكر مرة تكلم لي على عملة، قال لي باع عندك ساعتين ثلاثة تربح بيها. طبعا هذا رأيه، وقال تشتري هاي هسه وتبيعها من توصل في السعر معين، وجازفت وسويت هذا. وكنت يعني داحشي على التليفون وياه، وخلال دقائق وبعدني على التليفون ضاعف الاستثمار مالتي وبعت بسرعة، يمكن ربحت $1,500 تقريبا. يعني تابعوا على تويتر، اذا تعرفون تفتحون شفرات تغريداته تستفادون، ويمكن لا ما اعرف. سوليد صار لفترة يتكلم عن هاي العملة ويدعمها بقوة، مع العلم هو من الناس اللي ما يتحارش بالعملات الميم، عملات الكلاب الدوج والشيبا وهاي الشغلات ما يحبهم، بس هو كلش عجبته هاي الفكرة وانا استغربت، لذلك حكيت وياه. قبل فترة تكلمت بهاي الحلقة بسرعة عن كريبتو إيلون ماسك الجديدة مال الكلاب، واحدة من هاي العملات كانت الفلوكي، فلوكي إينو. إيلون ماسك اللي غني عن التعريف كتب تغريدة يوم الأيام قبل أسبوعين ثلاثة، قال راح أسمي كلبي شيبا إينو فلوكي على اسم أحد الشخصيات من مسلسلة الفايكينج. بعد هاي التغريدة، ولأنه الاسم يعني برز، واحد اخترع سوى كريبتو سماها فلوكي إينو. قال إيلون ماسك كتبه، فممكن الناس بدون يدورون على الاسم هذا يقولون هذا أخاف عملة، يعني عنده الدعاية اللازمة من إيلون ماسك قبل ما ينزل العملة، فسواها ونجحت. نزلت العملة وصعدت بشكل ضخم خلال ساعات، صوت 3500% خلال ساعات. الديفلوبر اللي سواها، سوى هاي العملة، كان دي يسوي في شيء، كان دي ياخذ ضريبة على التعاملات، على الترانزاكشن، يقول هاي للتسويق وتطوير العملة مع مجموعة تقريبا 20%، بس اكتشفوا انه هو دي ياخذ هاي الفلوس إلا مو للتطوير ولا دعاية ولا أي شيء، وبالعكس يأخذها ويبيعها ويحولها إيثر ويبيعها ويحط الفلوس بجيبه. هذا يأثر على سعر العملة لأنه يعني ينزلها فده يبيع.
فاتصلوا بي الانفلونسرز والمستثمرين، قالوا ما يصير هيك، ما يصير تسوي هيك، لأن العملة ده تنزل سعرها ينزل، وأيضا يعني ده يسوي عملات جديدة، يعني تنتج كوينات جديدة من وراء هاي العملية، وكل ما زادت كل ما سعر الكوين ينزل طبعا. هو قال لا كيفي، أنا ما راح أغير شيء، السعر مع التوكن بدأ ينزل، وهو باع كل شيء وحول تقريبا 5.5 ملايين إلى كاش، وانهار السوق، سوى يعني روك بول بالعراق، يعني قفص عليهم. بس مجتمع الفلوك الجديد اللي تكون، هذول الفايكينج يسموهم، متكون من ناس انفلونسرز، ناس على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان عندهم ايمان بها بعد، قرروا يجيبون ديفلوبر واحد جديد ويطورها، يعني اخذوا هذا من عده ورادوا يجيبون واحد يطور المشروع. دول الانفلونسرز جمعوا مبلغ $550,000 وانطوها الواحد حتى يطور هذا الموضوع ويغير العقد الذكي السمارت كونتراكت، ويبقون الاسم ويعوضون المستثمرين عن الكوينات، يغيرون يعني يسووا يكون مثلا فلوكي فيرجن 2 ويبدون من جديد يحيون المشروع. انطوا الفلوس الديفلوبر اللي اسمه مارفن، يعني هو ما حد يعرف منه، هذا ما يعرفون اذا اسموهم ولا لا، وما يعرفون منه هو وين مكانه، بس طول الفلوس، واستاذ مارفن اخذ الفلوس واختفى. هاي ثاني ضربة لهم، والعملة تقريبا انتهت. بس لا، رجعوا ذولا واتحدوا مرة الأخ، وما قبلوا يستسلمون، ورادوا يثبتون بأنه هاي العملة راح تنجح. قالوا المستثمرين صبروا، لا تستسلمون، احنا راح نلقي حل، احتفظوا بكويناتكم ولا تخافون، لا تبيعوها. بدأوا يشتغلون مرة الأخ، وجمعوا مرة الأخ فلوس ذول الانفلونسرز والمؤمنين بالعملة، جمعوا $450,000. طبعا هاي من أموالهم الخاصة يتبرعون بيها لإحياء المشروع، قرروا جزء منها يروح لتغطية السيولة الكوينات اللي المستثمرين اللي عندهم كوينات، والباقي لفريق ديفلوبر يشتغل على تطوير السمارت كونتراكت، العقد الذكي، وأيضا تغيير العقد الذكي. نجحوا هاي المرة وغيروا العقد الذكي وصار فيرجن 2 اللي هو الحالي، وعوضوا المستثمرين وحاولوا يعني على عقد جديد وبنفس الاسم، يعني رجعوا ثقة المستثمرين. هذا كله خلال أسبوعين ثلاثة. ما أدري إذا أنتم مركزين، ترى أنا تركت هواية تفاصيل مملة حتى أبسطها، أنتم تقدرون تتحرون عن الموضوع بعدين. يعني مرت عمليتين روك بول، يعني سحب السجادة، يأخذون الفلوس، يعني ناس تأخذ فلوس وتهرب، بس مجتمع الفلوكي أصر بأنه يعني يريدون يقوون هاي العملة وتصير عملة عندهم، يعني الناس عندهم ثقة بها. يعني أنت فكر بها، إذا مرتين انهارت والمجتمع هذا بقى وراها ويدعمها، المستثمرين تزيد ثقتهم بها، لأنه بالنهاية العملة الرقمية شنية؟ ما لها قيمة حقيقية غير اللي بمخيلة المستثمر اللي يشتريه. فبعد التحديث الجديد هاي اليومين ثلاث أيام السابقة، صعدت العملة وضعفت، يعني آخر أسبوع صعدت 60% تقريبا. طبعا مثل كل العملات الجديدة راح تتأرجح، بس قيمتها السوقية تصور تقريبا 30 إلى 50 مليون دولار، بعد ما كانت $200,000. أتصور يعني سوليد اللي تكلمت وياه، اللي من أول يوم هاي العملة كان عنده إيمان بها، قال لي لا تستغرب إذا صارت مثل شيبا أو حتى مثل دوش كوين وتصير قيمتها السوقية بالمليارات، لأن يعني الفريق دي يطورها ويريدون يسوون هواية شغل عليها، ويوتيليتي تدعم قوتها، العقد الذكي الجديد السمارت كونتراكت بميزات بأنه التاكس الضريبة اللي ياخذوها ترجع توزع على المستثمرين، يعني كل ما تبقى يعني محتفظ بالكوين تزيد عندك كوينات، ونسبة تروح للتسويق والتطوير، وكو تفاصيل لخ مثلا كلام عن اكسشينج خاص بها، هذا يعني حيدعمها بقوة إذا صار. هاي العملة تشتريها بالديسنترلايزد اكسشينجز مثل يوني سواب، يعني ما تلقوها بأي مكان، لازم شوية تعب نفسك عليها، مو بدوسة زر تشتريها. أنا صحيح اشتريت، بس ما أريدكم، أنا خاف من هذا الشيء، ما أريدكم تشترون لأنه أنا اشتريت، لأن إذا نزلت أنا ما مسؤول، فكونوا حذرين، هاي فلوسكم مو فلوسي، أنتوا قرروا
بعد بحث جيد يعني هاي العملة ممكن تصعد هواية وممكن لا، هي ميم كوين مثل دوش كوين ومثل شيبا. بس أني وأتكلم عن نفسي عجبتني الفكرة، عجبني يعني عدم استسلام هذا المجتمع الفلوكي الجديد اللي يسمون نفسهم الفايكنج، مثل اللوجو مع العملة اللي غيروها بهاي الشكل. لذلك أدعمهم باستثماري وإن شاء الله يعني الدعم مالتي واستثماري ما يروح هباء مثل ما يقولون. راح تشترون؟